السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة كلية الهندسة الجامعة المستنصرية قسم هندسة الحاسوب المرحلة الثانية، نرحب بكم أجمل الترحيب ضمن محاضراتنا لمادة الاتصالات. موضوعنا اليوم راح يكون نوع آخر من أنواع الموديليشن. راح نشوف شنو هذا النوع وشنو التقنيات اللي موجودة به والباندوث شلون تكون مالته، إضافة إلى السبيكترم، وناخذ بعض الأنواع اللي موجودة به ونشوف شلون الجنريشن مالته. عموما قبل ان ندخل بهذا النوع الجديد واللي هو اسمه انجل موديليشن، خلينا نراجع او نتذكر ميزات اللينير موديليشن اللي اخذناه سابقا والنوعيات اللي هي موجوده به، اللي مرينا عليها الاربع انواع اللي هي نورمال اي ام ودبل سايد باند وسنجل سايد باند والبريستيج سايد باند. الحقيقه الفكره الاساسيه اللي كانت في كل الانواع اللي اخذناها ضمن الامبليتيود موديليشن الاي ام كان انه الموديليتد مسج الموجه النهائيه اللي هي راح تكون ترسل ضمن التقنيات الأربعة راح يكون شكلها الخارجي يتغير مع شكل الانبوت مسج. يعني شلون يكون شكل الانبوت مسج الخارجي؟ راح يكون الموديليتد مسج مشابه له. لذلك أول نقطة هي إنه السبيكترم أوف موديليتد سيجنال الموجة النهائية الموديليتد is basically the translated message spectrum، راح يكون شكل مشابه لشكل المسج الأساسية اللي احنا بنرسله. إضافة إلى ذلك إنه الـ bandwidth the transmission bandwidth never exceed twice the message، يعني ما راح تزيد عن مرتين بقد قيمة الـ bandwidth of input message. إضافة إلى ذلك النقطة الثالثة إنه signal to noise ratio للـ modulated message can be increased only by increasing the transmitted signal power، يعني نقدر نزيدها فقط من خلال زيادة قيمة الـ transmitted signal power. النقطة الرابعة انه تقنيات السوبر بوزيشن نقدر نطبقها بالاي ام على اعتبار انه هو لينير موديليشن. النوع الجديد واللي احنا نريد ندخل ونشوف شنو هو وشنو الانواع اللي موجودة فيه هو انجل موديليشن، مو لينير موديليشن، انجل موديليشن. اذا هذا هو نون لينير بروسيس اللي راح تكون بالفيتشرز مقارنة مع الاي ام. حتى نفهم الانجل موديليشن خلينا نقارن الميزات اللي اخذناها بالاي ام مع هذا الجديد حتى نقدر نسوي تصور اولي عنه. اولا السبيكترم اللي راح يكون للموديليتد مسج ما راح يشبه باي طريقه ما يشبه الانبوت مسج، يعني راحت فكره انه الامبليتيود يتغير بالاي ام مع الانبوت مسج. هنا مو الامبليتيود، راح نشوف شيء اخر يتغير، لذلك الشكل الخارج ما راح يكون يشبه الانبوت مسج. سوبر بوزيشن طبعا النقطه الثانيه ما راح ينطبق، يعني هنا مو لينير موديليشن. النقطه الثالثه انه الباندوث هنا كانت بالاي ام ما تزيد بكل الاحوال عن 2 بقد قيمه الانبوت مسج، باندوث اوف انبوت مسج. هنا لا، ممكن ان تزيد باكثر بهوايه من مرتين الانبوت مسج. او النقطه الرابعه انه السيجنال تو نويز ريشيو may be improved without having to increase the transmitted signal power من خلال عمليه increasing للباندوث. طبعا الانجل موديليشن راح يكون عندنا تقنيتين بي او نوعين بي، عندنا الفيز موديليشن اللي راح نسميه بي ام فيز موديليشن وفريكونسي موديليشن. اذا الفكره الاساسيه هنا راح تكون مبنيه على اساس انه اما الفيز او الفريكونسي راح يتغير بالموديليتد مسج حسب الانبوت مسج. هذه الفكره الاساسيه بالانجل موديليشن. كجنرال ايكويجن راح تكون الاف كارير، الكارير معادلتها النهائيه راح تكون اي سي كوساين اوميجا كارير بلس باي اوف تي. اريد تركزون على الباي اوف تي لان هي اللي راح تتغير مع الاف اوف تي، مثل ما ذاكرين هنا انه هنا the phase angle is a function of the base band signal، يعني هي راح تتغير حسب الاف اوف تي. طبعا الاي سي اللي هو الامبليتيود اوف اف كارير راح يكون هو كونستنت، يعني حتى الاوميجا كارير هو كونستنت، لكن شنو الفاي اوف تي راح تتغير. هاي الفاي اوف تي راح نشوف بيها علاقه بين انه ممكن تكون فيز وممكن ان تكون فريكونسي. كمعادله عامه للانجل موديليشن راح تكون هي اي سي كوساين اوميجا كارير بلس فاي اوف تي. نقدر نكتب اوميجا كارير بلس فاي اوف تي نكتبها ثيتا اوف تي. اوكي، إذا الـ instantaneous phase of a carrier يعني ما معناه الفيز اللحظي أو الآني للـ F carrier نقدر نسميه ثيتا I واللي هو أوميجا كارير T زائد 5T، هذه هي معادلته. لذلك راح نشوف
بالفيز راح تكون عندنا فاي اوف تي تتغير حسب الاف اوف تي لان بها ارتباط مع الاف اوف تي. الان الانستنتينيوس فريكونسي لان هذا بالفيز بالفريكونسي منين نقدر نربط علاقه الاف اوف تي بالفريكونسي؟ انه عندنا انه الفريكونسي هو عباره عن اشتقاق للفاي اوف تي. اذا اشتقينا الفاي اوف تي راح يمثل لي الفريكونسي. اذا اشتقيناها راح تكون عندنا هنا اوميجا كارير زائد دي فاي باي دي تي. هذا اصبح شنو؟ دي ثيتا باي دي تي. هذا في حاله انه الفريكونسي دا يتغير، وبعدين راح نشوف شلون نقدر نعوضها بالمعادله. راح يصير عندنا هنا انتجريشن وير فاي اوف تي انستنتينيوس فيز ديفيجن ودي فاي باي دي تي هو انستنتينيوس فريكونسي ديفيجن. تخلي ببالك هنا انه الفاي اوف تي هي الفيز، اشتقاقنا للفاي راح ينطيني الانستنتينيوس فريكونسي، ومثل ما ذكرنا الفاي اوف تي هي راح تكون مرتبطه بالاف اوف تي. اذا مبدئيا بالفيز البي ام راح يكون عندي فاي اوف تي عنده علاقه مباشره مع الاف اوف تي، لذلك نقدر نكتبه رياضيا كي بي في الاف اوف تي. والكي بي هنا نقصد بفيز ديفيشن كونستنت، الوحده مالته راح تكون راديان بير فولت. بالاف ام هنا لازم نركز انه احنا حتى نعوض او نربط الاف اوف تي بالفريكونسي لازم نوجد دي فاي باي دي تي واللي هي تتغير مع الاف اوف تي. لذلك دي فاي باي دي تي راح نقدر نكتبه كي اف في الاف اوف تي حتى نوجد فاي، لان احنا نريد نعوض فاي ما نريد نعوض بالمعادله دي فاي، لازم نسوي انتجريشن. اذا فاي اوف تي راح تساوي لنا كي اف على اعتبار كونستنت راح يطلع خارج الانتجريشن، انتجريشن للاف اوف تي دي تي، وهذا اللي راح يتعوض بالمعادله النهائيه. ففي حاله طبعا الكي اف قبل ان ننتقل للمعادله، الكي اف هو فريكونسي ديفيجن كونستنت وحتى راديان بير سكند في فولت. ننتبه انه من بين القيمه تكون وحده بالشكل هذا. اذا كمعادله نقدر نكتب البي ام هو اي سي كوساين، الثيتا اوف تي راح تكون هنا شنو؟ اوميجا كارير تي بلس كي بي اف اوف تي مباشره. اما في حاله الفريكونسي راح يكون اي سي كوساين اوميجا كارير تي بلس كي اف انتجريشن الاف اوف تي دي تي. هذه المعادلتين النهائيه اللي تمثل لي الفيز وتمثل لي الفريكونسي. نلاحظ انه هنا بالفيز نشوف الاف اوف تي دخلت ضمن الفيز هنا، وبالمقابل بالفريكونسي دخلت الاف اوف تي ضمن الفريكونسي بالمعادله الثانيه. لذلك راح نقدر نشوف بالسبيكترم ونفتهم شلون يصير التغيير مع الاف اوف تي. فلو فرضنا انه احنا راح نركز في محاضراتنا على الفريكونسي موديليشن وناخذ الانواع مالته كجنريشن ونشوف شنو الباندويث مالته والباور مالته شلون تكون، احنا هنا راح نركز بالحقيقه على الفريكونسي موديليشن وهو يكون مشابه للبي ام او الفيز موديليشن. فلو فرضنا انه عندنا الاف اوف تي هي اي ام كوساين اوميجا ام تي وراح نفترضها سنجل تون. اذا حتى نوجد الانستنتينيوس فريكونسي لهذه الانبوت مسج راح يكون عندنا الاف موجه الاف ام راح تكون اي سي كوساين اوميجا كارير زائد كي اف انتجريشن الاف اوف تي دي تي. اذا نحتاج قبل ان نعوض بالمعادله تشوفون نسوي انتجريشن لمعادله الاف اوف تي حسب هذا. اذا بما انه احنا قلنا الفريكونسي راح يساوي اوميجا كارير زائد كي اف، نقدر نعوض اوميجا كارير زائد اف اوف تي كي اف في الاف اوف تي مثل المعادله السابقه اللي كتبناها، ونقدر نكتب اوميجا كارير زائد كي اف في الاي ام راح نكتبها شنو؟ راح نسميها W أو دلتا W دلتا أوميجا كوساين أوميجا، وير دلتا أوميجا يساوي ماكسيموم فريكونسي ديفيجن واللي هي كي اف بالاي ام. طبعا دلتا اف راح تكون دلتا أوميجا على 2 باي بالهرتز. إذا الآن احنا عندنا الأوميجا دبليو اي، احنا نريد ال دبليو اي نعوضه بالمعادلة هنا، فيراد نسوي له انتجريشن. فبما انه الاوميجا اي هو يمثل لي المشتقه للثيتا باي دي تي، اذا حتى نوجد احنا الفاي او الثيتا اي لازم نسوي لها انتجريشن، فلازم نسوي انتجريشن للدبليو اي، وعليه راح يكون الدبليو اي اللي هو هذا معادلته
راح نسوي له انتجريشن فراح نحصل اوميجا كارير مضروبه في تي زائد كي اف اي ام. لازم تكون عندي مشتقه داخل المعادله لازم تكون عندي موجوده برا. وان كامل الكوساين اوميجا ام تي فراح يصير عندنا ساين اوميجا ام. صارت عندي معادله الثيتا اللي المفروض نخليها في المعادله النهائيه بهالشكل هذا. خلي شويه نرتبها. اوميجا كارير تي زائد دلتا اوميجا هذه كي اف اخذناها سابقا كي اف في اي ام تساوي لنا دلتا اوميجا على اوميجا ام ساين اوميجا ام تي. الان مثل ما قلنا دلتا اوميجا هي كي اف اي ام. نقدر نكتب الان اوميجا كارير تي زائد دلتا اوميجا على الاوميجا ام راح نسميها بيتا بيتا ساين اوميجا، والبيتا هي دلتا اوميجا على اوميجا. وهذه هي بالحقيقه راح تمثل تغير الفريكونسي بالنسبه للفريكونسي مال المسج. ونقدر طبعا هنا نكتبها كي اف على اعتبار دلتا اف هي كي اف بالاي ام على اف ام، وتساوي لنا عاده ما نسميها هذا شنو هو البيتا موديليشن اندكس. اذا من نرجع للمعادله اي سي كوساين ثيتا اي، والثيتا اي قلنا هي اوميجا كارير زائدا الانتجريشن هذه ثيتا اي اوميجا كارير زائد بيتا ساين نعوضها هنا. اذا هنا نشوف المعادله للاف ام لو كانت الانبوت هي كوساين اوميجا ام تي راح تكون هي عباره عن اي سي كوساين اوميجا كارير زائد بيتا ساين اوميجا. هذه هي معادله الاف ام لو كانت الانبوت مسج عندي هي كوساين اوميجا ام تي. اذا بما انه عندنا احنا هنا برزت عندي الموديليشن اندكس بيتا، طبعا على ضوء هذا راح يكون عندنا نوعين من الفريكونسي موديليشن. خلي قبل النوعين نشوف السبكترم مالتنا شلون راح يكون. احنا سابقا اخذنا انه لو الاف اوف تي عندي بهالشكل هذا راح يكون الامبليتيود موديليشن راح يتغير. بالامبليتيود موديليشن راح يتغير نشوف الامبليتيود شكله النهائي حسب الانبوت مسج. لكن بالفريكونسي موديليشن اختلفت القضيه. فلو فرضنا انه الانبوت هي كوساين اوميجا ام مثل ما فرضناها سابقا، الكارير هي مثل ما قلنا سابقا هي سينسوديال مسج لكن التردد مالتها يكون عالي. نلاحظ الاختلاف هنا في حالة الموجة الـ FOFT موجبة مثل ما نشوف احنا معادلة الـ FM. نشوف الـ FOFT لما تكون موجبة راح الثيتا اي النهائية راح تكون هي اوميجا كارير تي زائد هذه القيمة، يعني راح تضاف. لذلك نلاحظ التردد هنا صار اعلى من هذا التردد. ليش؟ لانه راح يمثل اوميجا كارير زائد التردد اللي اجى من الـ FOFT. اما في مرحله المرحله اللي تكون بها الاف اوف تي بفتره النيجاتيف راح نلاحظ ان الفريكونسي للموديليتد مسج راح يكون اوميجا كارير ناقص الاف اوف تي، لذلك راح يقل التردد وهكذا تستمر. اذا نلاحظ هنا الموديليتد مسج مو الامبليتيود تغير بها وانما الفريكونسي مالتها تغير حسب الانبوت مسج. وهذه هي الفكره الاساسيه واللي نركز ان تكون مفهومه وواضحه انه بال فريكونسي موديليشن اللي يتغير هو الفريكونسي وليس الامبليتيود مثل ما كان عندنا بالامبليتيود موديليشن. لاحظ هنا الامبليتيود ثابت غير متغير، وهذا المثال نفسه. لاحظ هنا بالامبليتيود موديليشن تغير الامبليتيود بينما بالفريكونسي موديليشن شوف الامبليتيود ثابت لكن الفريكونسي متغير. عكس هذا الامبليتيود متغير والفريكونسي ثابت، هنا الامبليتيود ثابت والفريكونسي متغير. وهذه الفكره الاساسيه بالفريكونسي موديليشن. الان حسب قيمه البيتا راح نقدر نصنف الفريكونسي موديليشن الى نوعين. اول نوع نارو باند اف ان واللي راح تكون بقيمه البيتا اصغر بهوايه من الباي اوفر 2 او نقدر نقول اصغر من 0.5 وراح نسميه نارو باند اف ان. والنوع الاخر اللي يكون اكبر من 0.5 وهذا يكون عندنا بالمحاضرات القادمه. خلينا نشوف بالنارو باند شلون تكون المعادله. مثل ما شفتوا سابقا معادله الاف ام في حاله عندنا الانبوت اي ام كوساين اوميجا راح تكون هي اي سي كوساين اوميجا كارير زائد بيتا ساين اوميجا ام. نفتح المعادله ونشوف شنو يكون عندنا المعادله النهائيه. هنا راح يكون عندي اي سي كوساين اوميجا كارير تي مضروب في كوساين بيتا ساين اوميجا ام تي، يعني معنى الكوساين راح يدخل على دولة كوساين الاولى كوساين الثانيه ناقص ساين الاولى ساين الثانيه. هنا على ضوء فرضيتنا ان البيت راح تكون اصغر بهوايه من باي اوفر 2، اذا هذا الجزء كوساين ساين بيتا ساين اوميجا ام راح
تقريبا يساوي واحد. هاي أول فرق إنه هذا المقدار راح يكون واحد. إذا هذا يبقى وحدك وساين أوميجا كارير ناقص ساين بيتا ساين أوميجا إم. هذا المقدار راح يكون تقريبا ساين بيتا ساين أوميجا إم هو يساوي إن بيتا ساين أوميجا. إذا معادلة النارو باند إم راح تصير بالحقيقة AC كوساين أوميجا كارير هذا صار واحد فنزل عندنا هنا فقط ناقص هذا المقدار بقى ساين أوميجا كارير ساين أوميجا كارير وهذا الساين بيتا ساين أوميجا إم بقى فقط الزاوية من عدة بيتا ساين أوميجا إم. هذا لو نركز به لو نشوف المعادلة هذه مالتنا السابقة نقدر نكتبها بهالطريقة AC كوساين أوميجا كارير ناقص هاي المعادلة نقدر نشوف ساين أوميجا إم تي ساين أوميجا كارير هذه نقدر نكتبها بهذه الطريقة نقدر نكتبها إنه بحيث AC كوساين أوميجا كارير ناقص بيتا أوفر 2 كوساين فرق الزاويتين زائد بيتا أوفر 2 كوساين مجموع الزاويتين. هذه من المتطابقات المثلثين اللي قلنا سابقا عليها ضروري أن تكون نعرفها أو نستحضرها ضمن الشغل مالتنا بالكوميونيكيشن. الآن لو رسمنا السبيكترم هذه مال هذه الموجة راح نلاحظ إنه أول معادلة وهنا أتمنى تنتبهون شلون من المعادلة تقدر ترسم السبيكترم مال الموجة. نلاحظ أول معادلة هي الكوساين أوميجا كارير وتعرفون إنه الكوساين هو بالفريكونسي دومين راح يكون شكله هو إمبلس فانكشن قيمته بالتردد مالت الموجود أوميجا كارير والأمبليتيود مالته اللي موجود بالمعادلة AC. هذه الموجة طبعا هنا احنا راسمين مطلق يعني بغض النظر عن السالب فراح تكون هنا قيمتها شنو التردد مالت أوميجا كارير ناقص أوميجا إم وقيمة الامبليتود هو AC في بيتا أوفر 2. الموجة الثانية أوميجا كارير زائد أوميجا إم موجودة بالAC بيتا أوفر 2. لو نركز هنا نشوف هذا السبكترم بالحقيقة هو مشابه للسبكترم اللي أخذناه بالنورمال AM مثل ما تشوفون هاي معادلة النورمال AM وهذا السبكترم سابقا اللي احنا أخذناه تذكرون بالنورمال AM كانت عندنا كارير وموجة FFT مضروبة في الكارير طبعا تذكرون المودليشن اندكس فهذه هي المعادلة النهائية وهذا السبكترم مالتها. نلاحظ ان النورو باند FM هو مشابه للنورمال AM كسبكترم وكمعادلة مع اختلاف القيم. طبعا الباندويث مالت راح يكون كذلك 2FM. هنا خلي ننتبه مثل ما قلنا انه النورو باند FM هو مكافئ للAM بس خلي نشوف الملاحظة شو تقول هنا. The major difference بين انه FM نورو باند FM والAM بالFM تلاحظ انه السايد باند are in phase orthogonal with the carrier يعني اكو تعامد فرق phase 90 درجة بيناتهم وهذا الصور واضح عندكم لان هنا اكو اشارة سالبة هنا احنا رسمنا مطلق فما ظهرت عندنا لكن بالحقيقة هي لازم تكون هذه بالفرق لازم تكون هي الى الاسفل لان اشارتها سالبة يعني ما معناه اكو فرق phase بينها وبين الكارير بينما بالAM ما عندنا فرق phase وانما يكونون in phase مع الكارير. ننتقل الآن حول عملية توليد الـ signal of narrow band FM. نعتبر أنه consider a modulating signal F of T with a modulation carrier of إنه عندنا الكارير راح تكون هي F carrier of T راح تساوي إنه AC amplitude of carrier cosine omega carrier T. طبعا مثل ما تعرفون سابقا قلنا إنه ال D theta by DT واللي تمثل لنا هي الأوميجا I راح تكون عبارة عن أوميجا كارير بلس KF F of T وإحنا نحتاج التيتا فنسوي تكامل للأوميجا I فراح يكون عندنا أوميجا كارير T بلس KF integration لل F of T DT وهي تمثل لنا الثيتا اللي راح تكون هي زاوية أو الكارير اللي راح تكون بالنهاية تمثل معادلة الأف. حتى نولد هذا من خلال البلوك دياجرام هنا راح نشوف عندنا مثل ما تعرفنا سابقا انه بالجنريشن يكون عندي الانبوت تمثل لي الاف اوف تي راح تمر على المرحله الاولى هي عمليه ضرب بالكونستانت فاكتور كي اف مقدار كي اف ونسوي انتجريشن للاف اوف تي حتى نحصل هذا المقدار بعد ذلك حتى نوجد او نضربها في مقدار الساين اوميجا كارير راح يجي من خلال مرحله البالانس موديليتر اللي راح يمر او نضربه بمقدار الساين اوميجا من خلال انه عندنا الكارير هي AC كوساين اوميجا
فرق فيز 90 درجة، فراح نحصل على مقدار الساين أوميجا كارير تي حتى نحصل على هذا المقدار. بعد ذلك هذا المقدار، هذا الجزء راح يكون عندي موجود هنا، تضاف إلى قيمة الأي سي كوساين أوميجا كارير هنا، حتى بالنتيجة يكون عندنا توليد لموجة النرو باند اف ام من خلال البلوك دايجرام اللي شفناه قدامنا. هذه هي المرحلة التوليد للنرو باند اف ام. لهنا تكون محاضرة النرو باند انتهت. ان شاء الله بالمحاضرات القادمة نتعرف على الانواع الاخرى من الاف ام موديليشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.